بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور أسامة الأذهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نائبا أيضا عن دولة رئيس الوزراء في هذا المؤتمر. المنصة الكريمة وضيفات وضيوف مصر الكرام، السادة الوزراء، الحضور الكريم، والسيدة الكريمة سينيتا نوريا حرم رئيس إندونيسيا السابق، ضيفة شرف المؤتمر وضيفة مصر العديدة. أتشرف اليوم بتواجدي بينكم في المؤتمر الدولي الأول للواعظات، والذي اختير عنوانا له دور المرأة في بناء الوعي، برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الإرادة السياسية الحقيقية والإيمان القوي بدور وقدرة المرأة المصرية. الحضور الكريم، لقد وهب الله سبحانه وتعالى للمرأة دورا مهم في كافة مناحي الحياة، وحمل القرآن الكريم تقديرا للمرأة وقوتها وتمكينها، وحدثها الله في كتابه العزيز وأبرز دورها مع الرسل والأنبياء. دعا سيدنا آدم أن يدخل هو وزوجته الجنة، أوحى لأم موسى أن ترضع ابنها وتضعه في اليمن، وأرسل لمريم ابنة عمران هبة من السماء ومعجزة إلى الأرض، وتحدث عن أمهات المؤمنين وزوجات الرسول. الحضور الكريم، ومن مصر الغالية كانت المرأة قدوة في السعي بين الصفا والمروة، حيث يسعى الحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق بين الصفا والمروة اقتداء بأمنا السيدة هاجر المصرية في بحثها عن الماء. ساوى في كتابه العزيز الرجل والمرأة في تكليفهم ومسؤوليتهم، وقال في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وربث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله العظيم. وفي العصر الحديث كتبت المرأة بحروف من النور تاريخا وطنيا يعكس وعي عميق بقضايا الوطن وهمومه، وخرجت نساء مصر يدا بيد مع رجالها في ثورة 1919 ضد الاحتلال، وكان لها دورا في تنمية وتطوير الثقافة والفنون والعلم والأدب على مدار عقود عدة، حتى جاء عام 2013 خرجت نساء مصر متسلحات بالوعي الديني الصحيح لمواجهة طيور الظلام وتجار الدين، ودافعن عن بلادهن في كل ربوع مصر بقوة بعقيدة وطنية خالصة. والآن وعلى مدار عقد كامل شهدنا إرادة سياسية أرست أسس قوية للمساواة وتفعيل دور المرأة ودعم وبناء وعي حقيقي بالدور الذي يجب أن تلعبه النساء في تشكيل الوعي الوطني. ففعلت حق المرأة الدستوري وضمنت لها تشريعات منصفة، ووصلت لجميع المناصب دون تمييز، وعززت قدرات المرأة القيادية ومشاركتها في سوق العمل، وعززت الشراكة مع القطاع الخاص، واستحدثت آليات وأطر وطنية لحمايتهن من العنف. وشهد هذا العقد على 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة، و26 قانونا وتعديلا تشريعيا، وإدماج المرأة في جميع السياسات والبرامج، و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة بقيادة مصرية. كما بدأنا نجني ثمار الإطار الوطني للاستثمار في فتيات مصر، لنؤكد بما لا ريب فيه أن تمكين المرأة جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة. السيدات والسادة الحضور الكريم، أدركت الدولة المصرية أن السيدات هن شريان الوعي والمعرفة في أقصى بقاع الجسد المصري، يحملن رسائلها ويخضن طرقا وعرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وتنمية القيم الإيجابية، والسعي لخلق بيئة معرفية آمنة تعزز مفاهيم المواطنة والمساواة وتشارك في صنع القرار. فأولت اهتماما كبيرا بالتوعية باعتبارها إحدى أهم وسائل التغيير في المجتمع، ونعمل على ذلك باستخدام كافة الوسائل، الفن والدراما ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة جنبا إلى جنب مع العمل الميداني لطرق الأبواب والزيارات المنزلية في كل القرى والكفور والنجوع، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبتكامل وتنسيق من الحكومة على كافة الأصعدة، والتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة وتنميتها الاقتصادية
إعمالا لمنهج الحق في التنمية. الحضور الكريم، أصدر السيد الرئيس قرارا بزيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 رائدة إلى 15000 رائدة، ولدينا أكثر من 700 واعظة وراهبة ومكرسة ومدرسة مدارس الأحد، كلهن يعملن جنبا إلى جنب في مصرنا الحبيبة. هن بالنسبة لنا واعظات الوطن، حاملات راية الوعي بقضايا التنمية. نفذنا حملات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة لمواجهة زواج الأطفال والعنف ضد المرأة وختان الإناث وزيادة معارف السيدات بأهمية تعليم الفتيات وفرص الشمول المالي وبرامج تمويل متناهي الصغر وأسس التربية الأسرية الإيجابية ووسائل الكشف المبكر عن الإعاقات، فضلا عن وسائل تنظيم الأسرة وتشجيع الأسر على الإلحاق بالأطفال بالحضانات في سن مبكرة. واعظات مصر، برنامج بدأ بفكرة من سيدة عظيمة يجب أن يذكر اسمها في التاريخ ويجب أن أذكر اسمها الآن، هي السفيرة فايزة بنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي عام 2017، واليوم يأتي المؤتمر هذا للتركيز على الواعظات في دورته الأولى. عملت واعظات مصر جنبا إلى جنب كما ذكرت مع مكرسات وراهبات وخادمات الكنائس المصرية الثلاث في كل كفور ونجوع وبيوت مصر العزيزة. الحضور الكريم، ونحو طريق طويل من تأهيل المقبلين على الزواج حتى نتاج أسرة متفاهمة، بلغ عدد المترددين على منصة مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4,600,000 متردد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. وكان برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة كاشفا لكافة ظروف الأسر ومكامن الخطورة والمفاهيم الخاطئة لديهم، فأضافت قواعد بيانات تكافل وكرامة التي تشمل 74% منها سيدات، برامج لتوعية السيدات الحوامل في 1,000 يوم الأولى على حق الطفل في حياة سليمة وحقه في تغذية سليمة، ومدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية الشهرية وبرامج الطفولة المبكرة وبرنامج لرعاية الأسرة. وعلى مستوى المجلس القومي للمرأة الذي شرفت برئاسته في هذا العقد الذهبي، فقد وصلت مصر إلى 244% معدل نمو الشمول المالي للمرأة المصرية، واستفادت أكثر من 2,000,000 سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والإدخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. ووصلنا إلى أكثر من 1,500,000 منتج وأكثر من الأسر المصرية، ونهدف الوصول إلى 1,000,000 نورة بنات مصر العزيزات في كرة محافظات مصر في إطار الوطني للاستثمار في فتيات مصر تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي. اسمحوا لي في الختام أن نقف أمام مرآة الحقيقة ونرى بعين منصفة إن ما تحقق للمرأة المصرية في السنوات العشر الماضية لم يتحقق في قرن سابق، وإن مصر اختصرت في العقد الأخير المسافات وأزالت العقد وحطمت جدران المعتقدات الخاطئة والموروثات المغلوطة، ووصلنا لمرحلة متقدمة على خريطة التوعية والتنمية الأسرة المصرية، وأمامنا مشوار طويل من العمل والجهد وطريق سنسلكه متسلحين بالوعي والفهم العميق لصحيح الدين، ولدينا القدرة على العمل في العقد المقبل بصبر وأمل ورؤية ثاقبة على الهدف. فمصر عامرة دوما بنساء ناجحات متمكنات حالمات تحت مظلة قانون يحميها، وفوق أرض تؤمن بقدراتها، وفي ظهورهن قيادة سياسية تؤمن بقدراتهن وتثق في كل سيدة من نساء مصر. كل الشكر لوزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على اختيار موضوع المؤتمر، وأن أتمنى النجاح والتوفيق، وأن تكون مخرجات هذا المؤتمر رسالة لمجتمعاتنا وللعالم بأننا سننفذ وصية رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.